وائل إبراهيم لدى محمد البسموري رواية كبسولة كتبها للإذاعة محمود الإخراج عمرو دياب. يا إلهي، هذه مدينة مليئة بالخوف. أنام بعد غروب الشمس مباشرة، لا أسمع فيها منذ أن وصلتها قبل ساعة سوى قعقعات الأبواب والنوافذ وأنفاس الخوف. لا أحد يجرؤ على الخروج إلى الشارع عدا هذا العملاق، إنه شبح. لا أدري ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هذا العملاق كما ترى يا دكتور فرانكشتاين أحضر لنا ما طلبناه. هذا قلب كان ينبض حتى خمس دقائق مدى والآن إنه لم يرضى بالنظر لماذا؟ أنا إليك بفتاة جميلة يرفرف قلبها من الخوف. أعطه ما يشاء يا هانز، هذه أخطر تجربة في تاريخ العلم يا هانز. لم يجرؤ أحد من قبلي أن ينقل قلب إنسان مات قبل قليل إلى جسد إنسان آخر فارق الحياة. وهل تنجح التجربة يا سيدي؟ نحن الآن في عام 1810 وهذه أول عملية نقل قلب سكري.